بسم الله. هنا يونت 3 التايتل بتاعها او عنوانها different people. different people هنا اناس مختلفون. different people انا اخد كلماتنا بتاعت lessons 1 and 2. عندي هنا blonde hair. blonde hair اللي هو الشعر الاشقر. curly hair شعر المجعد الملفلف. darker شعر داكن غامق يعني. straighter اللي هو الشعر الناعم او غير مجعد. straight hair. team الفريق. running الجري. fans مشجعين او معجبين. runner عداء. عندي كلمة beard يعني لحية. mustache شنب او شارب. glasses نظارة. glasses نظارة. scarf شرب او طرحة. sports star. gray كلمة feature يعني سمة او ميزة. feature poor people الناس الفقراء عكسها rich people الاغنياء. تعال كده نحل هنا. بيقول لي صلاح has curly hair عنده شعر curly. his hair isn't straight شعره مش ناعم. that space is the hair that grows on a man's cheek and chin. كلمة cheek يعني خد وchin يعني دقن. الدقن نفسها مش الدقن اللحية. اللحية اسمها beard لكن الدقن دي اسمها chin والخد اسمه cheek. الشعر اللي بينمو على man's cheek على خد الرجل او chin او على دقنه ده اسمه لحية اللي هي اسمها ايه beard. محمد منير has a lot of fans ليه معجبين كتير. many people like his songs ناس كتير بيحبوا اغانيه. smile يعني يبتسم او ابتسامة. footballer لاعب كرة قدم ممكن اقولها footballer او football player. italian holiday italian ايطالي الجنسية والدولة نفسها اسمها italy. smile يبتسم او ابتسامة. footballer او football player لاعب كرة قدم. score يحرز او يسجل. score a goal يسجل هدف. squash person شخص وجمعها people أشخاص. فيديو جيمز ألعاب الفيديو. فاني مضحك. كايرو تاور برج القاهرة لازم أول حرف هنا كابيتال أول حرف هنا كابيتال. نايسلي بطريقة لطيفة. نيم يعني يسمي لو فعل ونيم يعني اسم لو ناون. تشوز تشوز تشوزن. جيف جيف جيفن. بيلت بيلت بيلت. وير دو أوبوزيت كلمة وعكسها. فيموس عكسها أنون. نورمال abnormal. هنا الديفينيشنز بتاعتنا. beard اللي هي اللحية. hair that grows on a man's face or chin شعر بينمو على وجه الرجل او دقنه. blonde قلنا ده اللي هو معناه اشقر. yellow or light brown hair بيبقى شعر اصفر او بني خفيف. curly اللي هو المجعد. hair that has turns شعر فيه لفليف. dark يعني غامق. brown or black hair شعر بني او اسود. europe اللي هي قارة اوروبا. a continent a continent يعني قارة. france germany italy and spain بيقول لي فرنسا والمانيا وايطاليا وسبين واسبانيا. are some of the countries in europe بعض الدول في Europe اللي قارت أوروبا. friendly ودود يعني behaving in a way بتصرف بطريقة to people مع الناس that shows you like them بتصرف مع الناس بطريقة تبين لهم ان انت بتحبهم. glasses النظارة. what you wear اللي انت بتلبسه over your eyes على عينيك to help you see better عشان تساعدك تشوف بشكل أفضل. goal هدف في كرة القدم. when you win a point لما تفوز بنقطة. for example football على سبيل المثال في كرة القدم ده يبقى goal هدف. kind يعني نوع وkind يعني طيب او عطوف. wanting to help عايز يساعد and be good at good to people ويكون كويس مع الناس. mustache الشنب. hair that grows above a man's top lip شعر بينمو على فوق شفتك العليا. top lip ده الايه مستاش الشنب.
سكور يعني يسجل وين بوينتس يكسب نقاط جولز اهداف ان ا جيم اور ماتش في لعبه او مباراه سمايل يبتسم او ابتسام وين ذا كورنرز اوف يور ماوث لما الكورنرز اوف يور ماوث اللي هي الحته دي كده تيرنز اب بتتحرك كده تو شو ذات يو ار هابي عشان تبين ان انت سعيد ستريت يعني ناعم غير مجعد هير without any turns شعر مفهوش اي turns فانز المعجبين او المشجعين people enjoying watching football matches الناس اللي بيستمتعوا بمشاهدة مباراة الكرة and players واللاعبين كلمة enjoy يا شباب فعل enjoy يعني يستمتع بي ولايك يعني يحب enjoy يعني يستمتع بي ولايك يعني يحب ولاف يعني يحب التلاتة دول يا باشا لو جالك بعدهم لو جالك بعدهم فيرب فعل لازم الفيرب ده هضيف له اي ان جي وهيبقى اسمه جيرند او عبارة اسمية يعني ايه يعني لما اقول اي انجوي ممكن اقول I enjoy football انا بستمتع بكرة القدم يبقى enjoy جي بعدها اسم noun ممكن اقول I like football بحب كرة القدم I love football يبقى عندي enjoy و like و love يا يجي بعدهم اسم يا فعل متضاف له ing ممكن اقول انا بستمتع بلعب الكرة بقى يبقى مش اقول I enjoy football ده انا اقول I enjoy playing football طب انا بستمتع برسم الصور ايوه I enjoy drawing pictures I enjoy drawing pictures طب انا بحب القراءة ايوه I like reading طب هي بتحب قراءة القصص she likes reading stories هي بتحب قراءة القصص طيب هما بيحبوا ممارسة الرياضة يبقى they like or love ممارسة الرياضة اسمها doing sports doing sports يبقى انا عرفت لايك ولاف وانجوي يا اما بعدهم اسم يا اما فعل متضاف له اي ان جي او بيقول لي هي انجويز ايتينج بيتزا هو بيستمتع باكل البيتزا ان ا ريستورانت في مطعم اي لايك بلاينج فوتبول بحب لعب كره القدم اند واتشينج فيلمز ومشاهده الافلام الفرق بين تال واللونج تال يعني طويل راسي ولونج يعني طويل افقي تال رأسي دي أوصف بها الإنسان عايز أقول إسلام طويل إسلام is tall ولا إسلام is long إسلام is tall الحاجات الرأسي buildings المباني towers الأبراج أقول the Cairo tower is tall ولا is long is tall لأنه واقف the building المبنى is tall ولا is long is tall the tree is tall long tall كل الرأسي tall لكن the road الطريق is tall or long long the river is long okay عندي my brother is tall أو صح my brother is long غلط لأن لكن لو عندي حاجة في جسم الإنسان أنا مثلا مناخيري طويل أقول إبراهيم has a tall nose ولا has a long nose long nose اي حاجه في جسمك طويله واحد مناخيره طويله واحده شعرها طويل عايز اقول ان بسنت شعرها طويل عندها شعر ده يبقى بسنت هاز long hair ما اقولش a long hair مين اللي يعرف يقول لي ما اقولش a long hair ليه وقلت long hair انا قلت بسنت هاز long hair مش a long hair اللي يعرفها يبقى برنس سهله اصلا برافو عليك عشان ما تجيش غير مع الاسم المفرد طب ما هير ده مفرد لا ده هير ده اسم لا يعد كمية لا يعد
طب الاسم الذي لا يعد بنعمله معاملة المفرد، نديله إز ما نديلوش آر، نديله هاز ما نديلوش هاب، لو جه بعده فعل نحط له إس. طيب ما هو أو أم بتوع المفرد الذي ياخد كل حاجة، الاسم الذي لا يعد ياخد كل حاجة من المفرد إلا أو أن. برافو يا آلاء. أدجكتيفز الصفات، طبعا الصفة بتصف الاسم وبتيجي قبله. أقول عايز أقول عداء سريع، أقول رانر فاست ولا فاست رانر؟ فاست رانر. ولا الطويل، أقول بوي تال ولا تال بوي؟ تال بوي. شخص طيب، بيرسون كايند ولا كايند بيرسون؟ كايند بيرسون. الصفة الأول he's a fast runner، أو هو عداء سريع، he's a kind person. ممكن الصفة تيجي بعد الاسم، أيوة، بس بشرط وجود verb to be. يعني عايز أقول ألاء جميلة، يبقى أقول ألاء is beautiful. beautiful الصفة جت بعد ألاء، تمام؟ لأن في مين verb to be اللي هو is. الادفيربس الحال بنعمله ازاي؟ بنجيب الصفة ونحط لها ly. يعني ايه bad؟ يعني سيء. عايز اقول بشكل سيء badly. حزين يعني sad. عايز اقول بحزن sadly. سريع يعني quick، بسرعة quickly. بس خلي بالك لو كان الصفة اخرها واي وقبلها حرف ساكن زي هابي سعيد او ايزي سهل، بنشيل الواي ونحط اي، وبعدين ال واي بتاعتنا هابي بقت هابلي، ايزي بقت ايزلي، سهل بسهولة، سعيد بسعادة. قال لي كمان ان في بعض الاحوال الشاذة زي ايه؟ كلمة فاست يعني سريع، وفاست بسرعة. طب انا اعرفه من بعض ازاي مستر؟ من الجملة. لو انا قلت عمر رانز فاست، يعني عمر بيجري سريع ولا بيجري بسرعة؟ بسرعة. لو قلت عمر از فاست، عمر سريع ولا عمر بسرعة؟ سريع. يبقى عرفتها من معنى الجملة. برضو عندي كلمة هارد يعني صلب او ناشف او صعب، هارد برضو دي بصعوبة او بصلابة. عندي كمان كلمة ايرلي مبكرا، early بشكل مبكر، وعكسها late يعني متأخر، ولate بشكل متأخر. في ظروف ما بنضيفلهاش ly زي fast، او قلت he is a fast runner، هو عداء سريع، he runs fast هو بيجري بسرعة. friend يعني صديق، في برضو كلمات اخرها ly وبتبقى صفات مش ظرف، زي friendly يعني ودود، محمد صلاح is friendly. هنا كلمة dark، dark اللي هو الظلام، ودارك لو هنستخدمها كصفة تبقى معناها غامق. لما أقولك dark blue أزرق غامق، dark red أحمر غامق. dark كمان ممكن أجيبها بمعنى مظلم، زي ما قلنا أو ما أقول مثلا dark room يعني غرفة مظلمة، dark skin بشرة سمراء، dark hair شعر غامق. كلمة glass لوحدها يعني الزجاج، وده اسم لا يعد. material مادة خام، windows are made of glass، الشبابيك مصنوعة من الإزاز. لكن a glass يعني كوباية إزاز ولها جمع، a glass يعني كوباية إزاز وجمعها glasses أكواب زجاجية. باسم drinks a glass of milk every evening، باسم بيشرب كوباية من اللبن كل صباح. كلمة glasses بقى اللي هي النظارة، هم ايه؟ glasses دي يعني كوبايات برضو. يعني لو انا عايز اقول ان عمر شرب 3 كوبايات عصير، يبقى عمر drank 3 glasses of juice، تمام؟ لكن برضو كلمة glasses من معنى الجملة اسمها ايه؟ نظارة. طب هنا how many glasses of tea، هنا كم عدد نظارات الشاي ولا كوبايات الشاي؟ هتعرفها من معنى الجملة. how many glasses of tea، كم عدد كوبايات الشاي do you drink a day اللي انت بتشربها في اليوم. I can't find my glasses، مش لاقي كوباياتي ولا مش لاقي نظارتي. I can't see without them، مش شايف من غيرها.
كلمة سبورت لوحدها كده سبورت يعني رياضة. تنس is my favorite sport, football is my favorite sport, sport رياضة. لكن كلمة sports دي صفة ويجي بعدها اسم. الصفة ما تجيش فاضية كده، لازم الصفة توصف اسم. عايز اقول بقى كلمة sports دي معناها ايه؟ رياضي. اقول sports channel قناة رياضية، sports center مركز رياضي، sports wear زي رياضي. اوكي. عصام الحضري is a famous sports star نجم رياضي. هلا is very good at many different sports. هلا بتكون جيدة في رياضات مختلفة. easy for حفظ ده سهل لي. look like يشبه. know about يعرف عن. give money to يعني يعطي مال لشخص. pick up يلتقط. score goals يحرز أهداف. play for يلعب لصالح يعني محمد صلاح plays for Liverpool بيلعب لصالح Liverpool. good at سوري go at يعني بيسير بسرعة. خلي بالك بقى الوحدة القياس دي 70 كيلومترز بير اور 70 اسمها كيلومترز كيلومترز بير اور يعني كيلومتر في الساعة. بنقراها كده كيلومترز بير اور يعني كيلومتر في الساعة دي قياس السرعة. 70 كيلومترز بير اور يعني بتمشي بسرعة 70 كيلومتر في الساعة. ايوه. quite short for يعني قصير الى حد ما. jump high ينط عالي. دول بس اللي انت هتحفظه. easy for يعني سهل على. easy for you يعني سهل عليك زي الامتحان ده. it's easy for you ابدا حله بقى. حله حل يلا حل امتحانك يا وحش. دول الحفظ لحد هنا ودلوقتي حل امتحانك حالا.